ما الواجب على المرأة بعد الصلاة والأذكار وحفظ القرآن والصدقة وقيام الليل وقراءة الكتب الدينية وطاعة الزوج، إذ أنها تقول عن نفسها أنا دائما أبكي وأخاف أن يذهب هذا هباء، فأرجو منكم أن تعلموني كيف أوفق في حياتي الدينية والدنيوية، لأنني لا أشعر بلذة في الحياة من كثرة خوفي، والشيطان دائما يوسوس لي أنني من المنافقين والعياذ بالله. وجهوني جزاكم الواجب القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة، وكذلك القيام بحقوق المخلوقين. الحقوق الواجبة لله أو لعباده لا بد من القيام فيها، أما الحقوق المستحبة لله تعالى أو للمخلوقين فإن العبد يأتي منها ما تيسر له، وإن تركها فلا حرج عليه أو ترك بعضها. وعلى المسلم أن يتقي الله ما استطاع، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله حسب استطاعته فإن الله يسامح فيما لا يستطيع ولا يقدر عليه، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليك بحسن الظن بالله عز وجل وعدم اليأس وعدم القنوط، وعليك بالتعوذ من الشيطان الذي يوسوس لك بضيق الصدر والخوف الزائد عن المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.